السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول 3 دروس في التفاضل فيهم 3 أسئلة كل مدرس بيأكد عليهم ويجي يسألني فيهم برضو بغلط فيهم. لو خدنا مثلا مثال من الدرس الأول، يقول لي جا ص بتساوي جا ت س وعاوز المشتقة الأولى. نسمع إبداع، نبص نلاقي واحد يقول خلاص ص شرطة جا ت ص بتساوي سالب جا س، وده حل خطأ. ليه؟ المفروض ان جا بتساوي جتا، يعني مجموع الزاويتين الاثنين يساوي 90، ولو حبينا نشتق يبقى ص شرطة زائد 1 بتساوي 0، يعني المشتقة الاولى بسالب 1. المثال الثاني من الدرس الثاني، وده بيحصل لبس فيه ان احنا بنفكره ان هو اشتقاق ضمني وهو ملوش علاقة بيه. فكرة الحل كلها ساوي السؤال ده بالصفر، ص تربيع ناقص 2 س ص زائد س تربيع بتساوي 0. نقدر نحلله، هو ص ناقص س في ص ناقص س، يعني نقدر نقول هو ص ناقص س الكل اس 2. نقدر نشيل اس 2 نجيب الجذر ومنها ص بس، يبقى المشتقه الاولى هنا بتساوي موجب 1. المثال الثالث من الدرس الثالث، ودي حاجه احنا ما بناخدش بالنا منها في الحل. طبعا انت عارف ان مفيش مشتقه ثانيه لقاعده السلسله، فالناس بتيجي تجيب المشتقه الاولى اللي هي د ص د س 5 س اس 4، ويجيبوا د ع د س بتساوي 2 س، يقسموهم مع بعض كده جابوا د ص د ع، وقالوا ان قيمتها بتساوي 5 س اس 4 على 2 س، دي قيمتها ب 5 على 2 س اس 3. نيجي نجيب المشتقه الثانيه، الفخ هنا يا باشمهندسين، ان نبص نلاقي الناس قالوا 15 على 2 س اس 2 وسابوا المساله ومشيوا، وده طبعا خطا. ليه؟ لانه المفروض كان يضرب بقى في د س د ع.